في الفيديو الأول بتاعنا بارت 1 هنحل أسئلة اختبارات الإنترنت أو أساسيات الإنترنت أونلاين إسينشال، وهنحاول وإحنا بنشرح نحل الأجوبة ونشرح برضو ليه أنا اخترت الجواب دوت. السؤال الأول بيقول لي اختر المصطلح المناسب للتعريف التالي، عبارة عن مجموعة ضخمة من المستندات والوثائق موجودة على حواسيب مختلفة على شبكة الإنترنت. الملفات الموجودة أو الصفحات اللي أنا بزورها بتتسمى الشبكة العنكبوتية اللي هي www. ودي جزء من الإنترنت. الإنترنت عبارة عن الحواسيب بطريقة التوصيل بالملفات اللي عليها أو الوثائق اللي عليها. أما www أو الشبكة العنكبوتية العالمية هي إحدى خدمات شبكة الإنترنت، زيها زي خدمة إيميل أو إلكترونيك ميل أو البريد الإلكتروني. دي خدمة ضمن خدمات الإنترنت، زي التسوق الإلكتروني، زي التعليم الإلكتروني، زي الحكومة الإلكترونية. كل دي أجزاء مكونة لشبكة أو خدمات الإنترنت، زي Voice over Internet Protocol VOIP، طريقة للاتصال عبر الإنترنت. دي خدمة، خدمة الشات محادثة، خدمة مواقع التواصل الاجتماعي. كل دي خدمات ضمن الخدمات اللي بتقدمها شبكة الإنترنت. وخدمة الشبكة العنكبوتية دي تعريفها عبارة عن مستندات ومجموعة ضخمة من المستندات، وبقدر أوصل لها عن طريق متصفح، المتصفح أو مستعرض الويب أو الأبليكيشن أو التطبيق اللي بدخل بيه. على سبيل المثال هو إنترنت إكسبلورر أو موزيلا فايرفوكس أو جوجل كروم وسفاري وغيره. يبقى هي الشبكة العنكبوتية العالمية. هنشرح برضو إيه معنى عنوان الإنترنت. هنا اليو ار ال او العنوان التفصيلي للموقع او للصفحه. النص التشعبي او الارتباط التشعبي ده عباره عن نص. الارتباط التشعبي قد يكون نص او قد يكون صوره او اي رابط، اي عنصر اضغط عليه ينقلني لصفحه اخرى او لمكان اخر في نفس الصفحه او لموقع اخر، ده اسمه ارتباط تشعبي. مزود خدمه الانترنت اختصاره ISP انترنت سيرفيس بروفايدر، ودي الشركة اللي أنا بدفع لها في مقابل توصيل خدمة الإنترنت. أي مما يلي لا يمكن اعتباره من الأضرار الناجمة عن استخدام الإنترنت. ناخد بالنا من لا يمكن اعتباره، يعني هنا ممكن أو من وأنا بدخل الإنترنت ممكن أتعرض للمخاطر دي. إيه المخاطر اللي ما أتعرض لهاش بسبب دخول الإنترنت؟ إذن الكشف غير المقصود عن المعلومات السرية بيلفت نظري أو المعلومات الشخصية، إن وأنا بدخل على الإنترنت في أضرار ممكن تنجم عن هذا أو مخاطر ممكن أتعرض ليها، إن أنا يحصل كشف غير مقصود عن معلومات، أشير معلوماتي الشخصية من غير ما أخد بالي، أشير عنواني ورقم تليفوني ورقم الفيزا كارد بتاعتي من غير ما أقصد. طبعا ده بيعرضني لخطر مواجهة المحتالين على الشبكة اللي ممكن يسرقوا هويتي، وده طبعا خطر وارد. احتمال فقدان المساحة المتوفرة على القرص الصلب، ان انا اخسر منطقة من الهارد ديسك بتاعي او القرص الصلب بتاعي، طبعا خطأ. ده مش خطر خالص او احتمال ان انا افقد، لاني اصلا بشتغل خارج جهازي، بعرض مستندات او ملفات من جهاز اخر، فمش هفقد مساحة تخزين ولا حاجة. يبقى هنا الذي لا يمكن اعتباره كده مظبوط، لان ده احتمال غير وارد. هنا احتمال التعرض للاحتيال في معاملات البطاقة الائتمانية، ده طبعا وارد، لكن في السؤال بيقول لي لا يمكن اعتباره من الأضرار الواردة أو الناجمة. يبقى إذا هنا احتمال فقدان المساحة المتوفرة على القرص الصلب، دي مشكلة مش هتعرض لها وأنا بدخل الإنترنت، يبقى هي لا يمكن اعتبارها من الأضرار. السؤال الثالث، أي مما يلي يشير إلى أن الموقع الموجود على شبكة الإنترنت هو موقع آمن؟ عندي حاجة اسمها HTML، هايبر تكست مارك اب لانجوج، دي اللغة المستخدمة في إنشاء صفحات الويب. HTTPS هايبر تكست ترانسفير بروتوكول، أو البروتوكول اللي بينقل لي الصفحات، بروتوكول استعراض الصفحات على الإنترنت، ورمز الاس معناه سكيور أو آمن. هنا فعلا بيشير إلى إن التصفح في الحالة دي آمن. HTTP من غير اس ما بيفيش هنا إشارة للأمان. www اختصار للشبكة العنكبوتية العالمية اللي هي World Wide Web. يبقى اللي بيشير الى ان الموقع امن هو البروتوكول HTTPS.
أي مما يلي هو وصف أفضل للمصطلح VOIP، اختصار Voice Over Internet Protocol أو بروتوكول نقل الأصوات. لما بعمل شات صوتي بستخدم بروتوكول معين، هنا إجراء مكالمة صوتية عبر الإنترنت يبقى Voice Over Internet Protocol. السؤال الخامس، أي من العبارات التالية صحيحة فيما يتعلق بالشهادة الرقمية؟ Digital Certificate أو الشهادة الرقمية. تتحقق الشهادة الرقمية وتصادق على هوية مرسل الرسالة زي التوقيع الإلكتروني بالظبط. بعطي مصادقة لمرسل الرسالة زي Digital Signature أو توقيع إلكتروني، الطرف الآخر بيتحقق من خلاله عن طريق طبعا طرف ثالث إن الشخص ده فعلا هو اللي أرسل الرسالة. أي من الإجراءات التالية تساعد في منع المراهقين من الوصول إلى المحتوى غير الملائم لهم على شبكة الإنترنت؟ احنا بنقول في برامج للرقابة الأبوية ممكن من خلالها تطبق قيود على متصفح الإنترنت. إيه نوعية المواقع اللي أدخل عليها؟ إيه ساعات دخول الإنترنت؟ في restrictions أو قيود أقدر أطبقها على متصفحات الإنترنت دي، طبعا برامج الرقابة الأبوية. أما طبعا السماح لهم بزيارة غرف الدردشة الموجودة على الإنترنت بحرية مفيش هنا رقابة. إلغاء تثبيت برنامج مكافح الفيروسات طبعا لتسريع الحاسب، طبعا أنا هنا شيء ضار لكن ملوش علاقة. طبعا السماح لهم بتثبيت أي تطبيقات بمنتهى الحرية، لا، الإجراءات هنا تطبيق قيود على متصفح الإنترنت. في عنوان الويب التالي طبعا هنا http://www.trainings.org، أي مما يلي هو الجزء الذي يعرف باسم النطاق؟ HTTP هنا البروتوكول المستخدم، www اختصار World Wide Web، كلمة training.org ده عبارة عن اسم الدومين أو النطاق، org هنا الاكستنشن أو الامتداد بتاع الدومين أو بيبين لي النشاط بتاعه. إذا هنا training أو التدريبات دي هي هنا اسم النطاق، الجزء الممثل لاسم النطاق في الـ URL أو في العنوان بتاع الصفحة اللي قدامي أو الموقع اللي قدامي. عند استخدام المنتديات الموجودة على شبكة الإنترنت، أي مما يلي ينصح به لما بستخدم منتديات؟ المنتديات وارد إن أنا أتعرض لمضايقات، لرسائل طبعا من أشخاص غير معروفين، قد تكون تهديد أو قد تكون تعدي إلكتروني. أفضل طريقة إن أنا أتجاهل الرسائل المرسلة، ما ردش عليها، لأن أشخاص غير معروفين وبيبعت رسائل عشوائية بيشوف مين هيرد عشان يعرف إنه نشط على الشبكة يبدأ بعد كده يتعامل معاه، فأنا أتجاهل الرسائل. اذهب الى صفحة الويب التالية، مديني صفحة وبيقول لي ادخل على اليو ار ال ده او العنوان ده. طبعا ان المفترض اكتب العنوان بالتفصيل، لكن انا عندي هنا HTTP مكتوبة ودبليو دبليو دوت وكلمة كوم مكتوبة. هحدد بس كلمة ماي هوم بيج، احددها واستبدلها ببيك شوب، وفي النهاية طبعا لو كتبت الحروف صح بضغط انتر. وصلت للصفحة. اتنقل للسؤال التالي، قم بتعيين صفحة الويب اللي هي قدامي دي لتكون الصفحة الرئيسية للمتصفح. واضح ان هي اداني نفس العنوان اللي هو موجود، عشان اجعل الصفحة دي صفحة رئيسية بضغط من ادوات وبختار خيارات انترنت، ومن خلالها بختار استخدم الحالية، لان الصفحة دلوقتي هي الحالية اللي موجودة قدامي. بدل ما اكتبها اقول له استخدم الصفحة الحالية وموافق طبعا. اضف صفحة الويب اللي هي موجودة قدامي الى قائمة الموقع المفضلة مستخدما نفس المسار الافتراضي. عشان اضيف اي موقع انا واقف عليه الى قائمة المواقع المفضلة، عندي قائمة اهي اسمها المواقع المفضلة، بضغط عليها واقول له اضافة الى المواقع المفضلة، بضغط كده. بالتأكيد هو قال لي استخدم نفس المسار الافتراضي، طبعا هعمل اضافة على طول. في صفحة الويب اللي هي قدامي دي احفظ نموذج الطلبات PDF الى داخل المستند او الى داخل مجلد Documents Litmus مستخدما اسم الملف الافتراضي. هنا بيعرفني ازاي اعمل داونلود او احمل
ملف موجود على الجهاز، هنزل تحت عن طريق السكرول بار هلاقي فيه ملف اسمه نموذج الطلبات، هو اللي قال لي عليه. عشان احمله ممكن اعمل عليه كليك يمين واختار داونلود او تحميل، او لو جيت اشوف كليك يمين عطلانه بعمل دبل كليك عليه ضغطتين عليه بيفتح عشان يتحفظ على طول، وبلاحظ ان بيظهر لي دايلوج بوكس يقول لي هيتحفظ. انا هنا اسم النموذج اهو، ده الاسم الافتراضي، نوعه بي دي اف، رابط التحميل هنا حفظ فيه مجلد. عايز اتاكد ان المسار صحيح، ما كانش هعمل استعراض. لو وقفت على المسار هلاحظ لو جاب لي نفس المسار المطلوب بتاعي اللي هو انا عايزه دوكيمنت لتمس، في الحاله دي دوكيمنت لتمس اهو، مفيش داعي اني ادخل اعمل استعراض، هعمل حفظ مباشر. ادخل صفحة الويب وكاتب لي اسمها، قم بالضغط على الارتباط التشعبي اتصل بنا. انا اصلا واقف فيها اهي، يعني المفروض ادخل فيها فانا واقف فيها. بوصل عن طريق السكرول بار اوصل لاعلى الصفحة عشان الاقي الارتباط التشعبي اللي اسمه اتصل بنا. اتصل بنا اهو، اضغط عليه كليك، وصلت للصفحة. اتنقل للسؤال التالي. السؤال التالي بيقول لي في صفحة الويب اللي هي كونتاكت اس، لو بصيت هلاقيها موجودة اهي، ادخل البيانات التالية. بيتعامل معايا وبيقول لي هتعرف تملى استمارة او نموذج ولا لا. الاسم، وابتدي اكتب. براعي طبعا في الكتابة لازم يكون مطابقة كاملة، يعني الياء تحتها نقطتين ببدأ اعملها بالظبط. بتنقل من تكست بوكس او مربع من النصوص ده للتاني عن طريق تاب. لما بكتب بتنقل عن طريق زرار تاب عشان اتنقل بسرعة. اتأكد من اللغة في البريد الالكتروني، لازم احولها للغة الانجليزية لان كنت بكتب قبل شوية باللغة العربية، احول اللغة للانجليزية وابتدي في الكتابة واكمل كل الطلبات. ومن خلال السكرول بار لما هتحرك هيقول لي طبعا اضغط على تقديم، اخترت هنا اهو بقية الطلبات، نوع الاستفسار قائمة اسعار، وبعد كده اعمل تقديم. السؤال اللي بعدين قال لي انتقل الى صفحة الويب اللي هي بوك شوب او بيك شوب، كونتاكت اس، فاوتشر. بلاحظ ان هي الفاوتشر هي اللي انا واقف فيها. قال لي واطبع نسخة واحدة من هذه الصفحة، الصفحة اللي قدامي عايز اطبع منها نسخة. امر الطباعة سهل جدا، من قائمة ملف، وقائمة ملف هختار بيه الطباعة. أمر الطباعة موجود، في معاينة قبل الطباعة وفي إعداد الصفحة. أنا أضغط على أمر الطباعة على طول واختصر طبعا كنترول بي. بلاحظ إن هنا الطباعة الافتراضية، هو ما اتكلمش على الطباعة، عدد النسخ اللي طلبه نسخة واحدة وهو بشكل افتراضي النسخة واحدة. باقي الصفحات ما حددتش، طبعا هي الصفحة اللي قدامي، في الحالة دي هضغط طباعة على طول، ما غيرش أي إعدادات من اللي طالبها. هنا قال لي طبعا اطبع على طول، فهضغط على طباعة، وقال لي جاري الطباعة. استخدم خاصية البحث في متصفح الانترنت واوجد معلومات عن معجنات الانترنت. طبعا في موقع متخصص في البحث اسمه سيرش انجن او محرك بحث. هنا قال لي استخدم الميزة الموجودة في المتصفح نفسه، المتصفح اللي قدامي دوت، في ميزة البحث اهي، علامة السيرش او البحث بتكون في الادرس بار او في شريط العنوان. بضغط على علامه البحث، بضغط عليها او السهم اللي جنبها، بلاقي رسمه البحث كده عشان يفتح لي الموقع الافتراضي للبحث بتاعي. هنا محرك البحث اللي اسمه ليتمس، قال لي ابحث من خلاله عن كلمه معجنات. بكتب الكلمه ايا كانت، المهم ان انا وصلت له عن طريق خاصيه البحث في المتصفح. بكتب الكلمه المطلوبه واضغط بحث. اتنقل للسؤال التالي. هنا قال لي باستخدام ميزة البحث المتقدم الموجودة في صفحة نتائج البحث. طبعا أنا بما إن أنا كتبت مظبوط ووصلت مظبوط، هلاحظ إن الصفحة مكتوب فيها بحث متقدم. بضغط على كلمة بحث متقدم. قال لي عشان تقدر تحسن عمليات البحث وتكتب النص اللي أقول لك عليه. هنا طبعا قال لي استخدام العبارة، لو بصيت هنا البحث عن صفحات تشتمل على جميع هذه الكلمات ولا هذه الكلمة أو العبارة بالكامل. هو طبعا قال لي العبارة، فاضغط على كلمة العبارة وابتدي اكتب معجنات سريعة. في النهاية هضغط على بحث متقدم.
اذهب للعنوان quicktranslate.com واستخدم ميزة الترجمة لعرض محتوى الصفحة اللي هي بيك شوب باللغة الإسبانية. أوصل قبل أي حاجة، أوصل للعنوان اللي قال لي عليه www.quicktranslate، أحدد الـ URL القديم أو العنوان القديم ده والمفترض أمسحه، وهبتدي أكتب على طول www. هيتم مسحه. أتأكد إن أنا اللغة بتاعتي لغة إنجليزية مش عربية قبل ما أكتب، حولها وأكتب 3W ودوت وأكتب quicktranslate.com وإنتر. وصلت لموقع الترجمة، مطلوب إني أدخل الرابط اللي أنا ناوي أترجمه. هو قال لي أهو http كولن وبعدين سلاش سلاش ودبليو دبليو. بكتب الموقع بكل دقة. أتأكد إن الترجمة هتكون من اللغة الإنجليزية إلى اللغة الإسبانية زي ما قال لي، وفي النهاية هضغط ترجم. السؤال طبعا بيشوف هل انا عارف ان في مواقع ترجمة هقدر استخدمها ولا لا، هو ده الهدف من السؤال. باستخدام تبويب تعليمات الموجود في متصفح الانترنت، ابحث عن معلومات حول ادارة المواقع المفضلة وقم بعرض هذه المعلومات ثم اغلق النافذة. البرنامج اللي اعطيهولي عشان استخدم نظام التعليمات، في كلمة تعليمات قدامي اهي. من كلمة تعليمات هستخدم تعليمات لتماس اكسبلورر. هيفتح لي نظام التعليمات، هلاحظ هنا إدارة المفضلة زي ما قال لي، أضغط عليها. عرضت المعلومات هنا، قال لي اقفل في النهاية. بعد ما عرضت المعلومات هقفل وانتهى السؤال. السؤال الأخير، أغلق متصفح الإنترنت. وأنا عشان أغلقه من قائمة ملف واختار إنهاء. هنا الجزء الأول من الاختبار، وهنا بارت 1. الفيديو التالي بارت 2 أو الجزء الثاني. نشترك في القناة عشان نتابع كل جديد.